طيبين يا مرحبا يا يبا يا مرحبا استريح استريح مرحبا حياك الله استريح انا ما ادري وشون اسم نركبي استريح بسم الله لين جيت اصلي ماني بصلي الا على كرسي اللعب اللي قبل شوي داوش شدني طيب بهمز بهمز رجالاتك يبا بهمز رجالاتك بس 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 حاج قطار حاج قطار يا جد الله يطول بعماركم يا عيالي انا جيتكم عقب عثمان عثمان ما شاء الله سيطرت المجموعه الثانيه الليله جاي اشيل الدفه من عقب عثمان كفو 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 يا جدي كفو انتوا قد تطلعونا من ابراهيم كفو افا وش انت ابو منصور افا ما تدري بعض الاحيان تعوكس يا جد اني خابر مثل ما عوكست رجالاتي علوم اخبار انا فيني مر منك يا ولد الحارثي ليه؟ انا احكي مع اخوك شلونك يا يبا؟ ماني بسمع اخوك يبا وشلونك؟ اسمع يا الربع اسلم اسلم هذا راؤول راؤول اسمه راؤول هذا بطاطس هذا مش شاورما كنج هذا شاورما وكل هذا نفر شاورما اسمعوا يا عيالي ها اسلم انا ما عاد فيني شده لا احكم وطارد وراكم في المنتجع ايه فحطيت ابو معيض محمد الحارثي مسؤول ايش مسؤول للنظافه ابشر تحزم تحزم يا جدي ايه حاجك طال هذا اللي يزرع على كبر حاجك طال حاجك طال حاجك اليمين يبي لك سكسوكه يا جد اني خابرين بس حاج ايه فهو بيمسك النظافه في المنتجع ايوه عاونوا جالدياتكم الصلاح ولا الصلاح وعندي بجاد الروقي نعم ونعم ايه اسمع يوم انك ما جبت لنا الشاي والقهوه يا يبي والله اني مكلمهم بس ما جابوه ما ادري ليش ايه هذا قل الدبره ابشر بس يا يبا الجيل التالي يبا احنا وش نسوي؟ جوال حس جوالاتكم وش نسوي يا يبا؟ جوال حس جوالاتكم يبا ما بنحل ما بنحل لكن يا يبا مريت المستشفى ويقولون فيك عرق النساء مع وقاطون العلاج مع ان ما نشوف من النساء لك الخير اقول هلا ايش اللي حاطه في فمك ذا الالوان؟ هذا يبا تقويم تقويم ما يبا اي من زين ضروسك يومك تحطه هذا عشان يعدلها يا يبا اي عسى الله يعدل كلك مو ضروسك بس كلكم انتكس يا يبا اسمعوا الاسبوع ذا مجموعتنا اي يلصق انت مسمكر يا جد اسبوع ايش؟ مجموعة ثانية الله يقويكم ابشر بالانجازات ما عليه مسمكر هاجمك الثاني طاح يا جد السمكر على كبره لا انا فيني مر ما عليك ما ياكل ما ياكل ما ياكل ما ياكل جيب لي قرص قرص وسمن قرص وسمن لا يعزم في العيشه واجد لو تدارك نفسك يمديك تنام كبرت وصغرت وحق وعاد تاخرت على اليوم فكر ما تشوف عين تكفي جدي ما تشوف تاخرت عن النوم اي ما انا جاي انا اوظفكم بس عشان تديرون احوال هالمنتج ابشر بسعادتك وظف لحياتك ما توظف اني خابر فانت بتمسك الضيافه ابشر بس الله الله بالزين ابشر بس جمعنا مع رجاجيل وبيلاتك وفناجيلك جعلها تكسر جعلها ايش بقى لنا يا ابا ايش بقى لنا ما ادري ايش فيني اركبي تعون يا ابو منصور اركبك تعون اذا سمعت طير الشيلات قمت من قصد طاح ابو منصور طاح انا اعرف له خله اعرف له رفيق ابوي من زمان ابوك ذاك الحد يوم انه ايه سام نسافر انا وياه ايه نقنص ايه يوم تقنصون ايه نقنص نقنص ابوك يحب القنص اي الله الله ما كانك تدور النشاط ذكرت ابو منصور لا لا رجع لا 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 حي يا بشر ارجع لكم ملعب انا اتفاول على ابوك دقيقه هذه الحسوبه ذا الدموع دقيقه والله لا لا يحط الصقه في ذا الجبل ذا الحاجب بجيب ذا الجبل امر الله قد انحاقت الله يحسب من دقله يقولك من الكويت ايوه من الكويت اسمع شبه الكويت العصا لمن عصى عادهم بالفريج شنو ماكو ما عندي يبا ترى اذبحها النوم ايه ذا العصا بتنسيك النوم بدل اللي تهرول في المنتجع
والله شنو نسوي والله بالصلاه احنا في الكويت ما غير نمشي ونا لا لا اهل الكويت طيبين اهل الكويت راعين القومه من بدري وتريقون مثل الناس والعالم الجيل التالي ايه الجيل التالي تريق العشاء اسمعوا يا الربع اوصيكم اوصي نفسي تكفون بالصلاه والنظافه وكرام الضيف تكفون يا الربع لا تنقدون يا جد يا جد خلاص فك الدقيقه لا لا خلنا ماك بعلم جد شوي خله حواجب اقول طيب طيب. يقول لا تحرك وتبلش ودا منه لا صدق خله لا صدق جد كم عمرك يا جد كم عمرك 15 عمره 5 برا وشو كم عمرك لعبت بلوتي اي ماني بسمع اسلم يا ابو اسمع من كلمه طيبه ايه ايه كلمة على الوقف نروح نزوره وتقول كلمة تنصح الناس ربهم ان شاء الله ها ولا صدق الروح العقاب دبل ما شاء الله شويه اي اي ما جازك العقاب يا ابو عود اسمع يبا ابو عود يا زين يبا ذا الشماغ ذا اللي عالي الشماغه ابو عود حرمه اي لا لا بعدين ابو عود روح والله لا علم محمد عرفتك محمد منصور ايش سوى اليوم ما يسوي الا الزين ابو هذا كرسي كلي في المسجد وغير محله افا حط كرسي جده حسبي الله ونعم الوكيل تحب جدك من يومك صغير يا جد وتتكلم يا ادري جدك لكن العود مو منك زين هذه نصايح بنروح نروح الكبر شيء والله تحصدك الكبر زين بنروح الوقف نزور لو يشغلوا لك شيله قمت تلعب ها لا لا ما تسمع اي ولا جا وقت الصلاه ها لا تغمز يا جد لا تغمز انت تسمع عبد السالم اعدل يا شيخ يا جد راح للوقت قبل لا يجي الجد فادي عرفت الجد فادي اللي من لبنان يقبشني يقبشني اي اعدل اعدل اركض وش المشي هذه مشيت احب مرجيه يجيب لك فيني ودت يني مر مرة اه هذا ابو بنادر ايه راح راعي ذوق ايه راعي ذوق حي الله الشبي حي الله الشمري عطنا بيتين لانه سرعة سريع حواجبك طاحة ايه عطنا بيتين خليك من حواجب جعل الله يطيب هذا الشبي ناره ما تطفي لا صيف ولا شتاء انت رجال انكفو ايه اي والله ونعم بيتين ابشر بهن هذا اللي يجي بسرعة يقول سلامتكم امسكوه ميمو خاف يموت قبل بيتين ارجع لنا انا ما يحضر نشيل هالحين اني خالد شوف الوارد لكن ابشر بالقصيدة اللي على ما قال ترفعك فوق وتزين رجليك وش هاللون؟ وش هاللون؟ انتوا تقولون وش هاللون؟ وش هاللون؟ احبهم يقول حبني حب هالشمر الحالي الله اكبر يا حبني لهم ما هالشمر هالكرم ايه هالكرم وهالوفا وهالوفا الجود ومرجله طيبين راس في ذمتك ما شاء الله اكفيهم رايد الشمري السلام عليكم اي جايين هذا كرديال ايبه تحب الشاورما انت ما كبر صغيدك تعال ابو علي تعال نسمع كلمه في الوقت تعال